راح فيكم مشاهدينا مشاهدين برنامج ترانزو حياكم الله معنا بجولة جديدة مع باقات إخبارية منوعة رصدناها من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. البداية مشاهدينا من حساب وزارة الإعلام في منصة تويتر، وراح نبلش معكم جولتنا ورصدنا فيديو يوضح أبرز ما قامت فيه الحكومة خلال شهرين. نشوف معكم التفاصيل على الشاشة. المحطة الثانية وفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد اللي رجع بنظام العودة الشاملة بعد انقطاع سنتين بسبب قيود كورونا، تستقبل مدارس الكويت الطلبة والطالبات باستعدادات كاملة ومميزة. أشوف معكم مشاهدينا الفيديو من حساب وزارة التربية في منصة تويتر. أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم أختكم دكتورة وفاء العريعر مديرة مدرسة فاطمة بنت اليمان. طبعا سعيدة جدا بعودة متعلماتنا اليوم، عودة شاملة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع يمكن دام عامين، وإن كان العام السابق في مجموعتين ألف وباء، ولكن إن شاء الله اليوم إحنا مستعدين لاستقبال طاقة المدرسة الاستيعابية كاملة، نقول لهم حياهم الله. وطبعا مثل ما تعودنا دائما في مدرسة فاطمة بنت اليمان بمد يد شراكة ما بيننا وما بين أولياء أمورنا، ولله الحمد طبعا حاولنا أن احنا نعزز هذا الشيء بتوزيع الكتب المدرسية قبل المدرسة، وأيضا استقبلنا طالباتنا من الصف السادس لكسر حاجز الخوف والرهبة من انتقال مرحلة ابتدائية إلى مرحلة متوسطة، ونقول لهم حياهم الله إن شاء الله، مستعدين لاستقبالهم، مستعدين لعام دراسي جديد إن شاء الله يحمل كل ثنايا النجاح والتميز والإبداع. وحول آخر الخدمات اللي قدمها التطبيق الحكومي سهل، ضمت وزارة الصحة خدمات جديدة للتطبيق ممثلة بأسعار الأدوية والمكملات الغذائية للاستعلام عن سعر الدواء أو مكمل غذائي معتمد ومصرح من الوزارة وبلاغ بخصوص دواء، وللإبلاغ عن شكوى تخص الأدوية المتوفرة بالصيدليات الأهلية كاختلاف سعر المنتج أو حتى تاريخ الصلاحية. أشوف معكم التغريدة على الشاشة. أما من حساب الخطوط الجوية الكويتية اللي انشرت تغريدة أعلنت خلالها تدشين خط كوالالمبور الماليزية وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع بشهر أكتوبر الجاري وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيا بشهر نوفمبر القادم. لتفاصيل أكثر مشاهدينا ينضم بهذه المداخلة الصوتية الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية الأستاذ معن أرزوقي. احنا بديناها طبعا برحلتين بالاسبوع في شهر اكتوبر، وان شاء الله راح نتوسع الى ثلاث رحلات. نهدف الى نخدم تقريبا 55 ألف راكب خلال العام القادم،
وبنفس الوقت نسعى أن نوسع خطوطنا من خارج كوالالمبور في المستقبل القريب خلال شركات مع شركائنا في ماليزيا إن شاء الله. العلاقات بين الكويت وماليزيا تمتد إلى سنة 1974، فهي علاقات متينة، ولكن هي علاقات تمتد أكثر من نوعها سياحية، فيها نوع من الاقتصادي، ولكن الجانب السياسي يهمنا تواصلنا مع أخواننا في ماليزيا. أنا أشوف أن ماليزيا راح تكون بداية توسعنا في شرق آسيا، ولكن ما راح تكون النهاية. احنا الحمد لله أطلقنا في آخر شهر محطتين مهمتين بالنسبة لنا، اللي هي مدريد وأزمير، وهذه اليوم ثالث محطة، وإن شاء الله خلال الشهر القادم راح نطلق محطتين مهمين للكويتيين، واحدة منهم المالديفز، وطبعا بعدها حتى كاتماندو. خبرنا القادم عن إنجازات أبطال الكويت اللي حصدوا 6 ميداليات وثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزية حصيلة منتخبنا في بطولة كأس آسيا الترايثلون لعام 2022. وبهذه المناسبة مشاهدينا رصدنا هذه التغريدة المتداولة من حساب فيزيت كويت في منصة تويتر. بداية الموسم الدراسي الجديد واستعداد أولياء الأمور بشراء قائمة المستلزمات المدرسية، وحول هذا الموضوع رصدنا مجموعة نصائح طبية من استشاري طب العائلة دكتور أحمد عبد الملك بخصوص اختيار الجنطة المناسبة مع وزن الطالب حفاظا على سلامتهم. وشوفاكم الفيديو على الشاشة. مع بداية العام الدراسي هذه نصيحة وايد مهمة لكل أب وأم، تأكدوا أن الحقيبة المدرسية وزنها ملائم لوزن الطفل. ليش؟ لأن الحقيبة المدرسية لو صارت وايد ثقيلة ممكن تأثر على الرقبة وعلى الظهر وعمود الفقري، خاصة أن طفلكم في مرحلة النمو. نصيحة سهلة، في أول يوم مدرسة يجيبوا ميزان ويجيبوا الطفل ويجيبوا جنطته مع كل الأغراض وأخذوا الوزن، والمعادلة تقول أن وزن الحقيبة المدرسية ما لازم يتجاوز 15% من وزن الطفل. فإذا طفلك وزنه 30 كيلو، 15% من 30 هذه 4.5 كيلو. تأكدوا يا جماعة، وهذا الموضوع وايد مهم خاصة في بداية الدراسة، لأن الجنطة ممكن تأثر على نمو الطفل وتأثر على صحة العظام وصحة العضل. العناية الإلهية تنقذ طفلة كويتية من حادث دهس، كان عنوان فيديو مشاهدينا اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مع النشطاء بشكل كبير، وكان بمثابة رسالة مهمة لأولياء الأمور وسائقي المركبات بالتأني وأيضا الانتباه. أشوف معكم الفيديو ونترك لكم التعليق. وصلنا معكم الختام، نشوفكم باكر على خير بنفس هذا الوقت ومع السلامة.